فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا انفطم الطفل عن الحليب، نعم، إذا انفطم الطفل أو إذا فطم الطفل عن الحليب قبل أن يتم العامين ثم أرضعته امرأة بعد فطامه، فهل يعتبر هذا الرضاع محرما؟ إذا استغنى عن اللبن، إذا استغنى عن اللبن يفطم ولو كان قبل الحولين. إذا استغنى عن اللبن بالطعام قد فإنه يفطم ولو كان قبل الحولين، فما كان بعد الفطام فلا يعتبر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.